السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إخوتي الأعزاء في برنامجنا المعتاد مجربات من الطب البديل. إن شاء الله اليوم موضوعنا شيق جدا، ونتمنى الشفاء والسلامة لكل من يعاني من هذه المواضيع. راح نقسم موضوعنا اليوم لثلاث أقسام. اليوم موضوعنا عن الركبة، راح نقسمه لثلاث أقسام. أولاً آلام الركبة. آلام الركبة نتيجة ضربة، نتيجة تقدم في العمر، لأي سبب آخر. الآلام العادية للركبة. ثانياً خشونة الركبة واللي بتنتج عن نقص السائل الهلامي في الغضروف الهلالي بين مفاصل الركبة. ثالث شيء راح نقسمه، راح نحكي فيه اللي هي الماء في الركبة. بدل ما نروح على الدكتور ونشفط المي، لا، احنا بنعطي وصفات ان شاء الله نجربها وان شاء الله الكل بيستفيد عليها. اول شيء بدنا نحكي عن آلام الركبة اخواني الاعزاء، يا ريت تجيبوا ورقة وقلم زي ما تعودنا ونسجل وان شاء الله انه الكل يستفيد. بالنسبة لآلام الركبة، اذا كان عندنا سمنة بدنا نحاول نخفف الوزن ونعمل روجين. يعني هذه مفروغ منه الموضوع هذا، لأي مرض سواء بالظهر سواء بالركب، ألم بالساقين، إذا كان في عندنا سمنة مفرطة يجب أن نعمل روجين. اثنين، الوصف اللي دائما بنحكي عنها واللي الكل بيعرفها بس ما حدا بتقيد فيها، كوب حليب كامل الدسم إذا ما كان عندك سمنة، خالي الدسم أو منزوع الدسم إذا كان عندك سمنة، أو حليب بودرة نعرفه، حليب عادي، حليب بنحط عليه ملعقة حب رشاد مثل ما أنتم شايفين حب الرشاد في الصورة، ما بنطحنه، بنضع عليه مثل ما هو حب الرشاد، ماشي إخواني، مثل ما هو بنضع حب الرشاد، بنشربها صباحا ومساء لمدة شهر إن شاء الله. اللي بنلاحظه الآن انه اثناء ما نعمل هذه العمليه، طبعا ممتازه جدا بس انت جربها، انت ما بدك تجربها، بيجيني كثير بجربها يوم يومين ثلاثه اربعه بقول لك ما في نتيجه، يا عمي استمر على الوصفه. اذا لاحظت خلال هذه الفتره الشهر انه صار عندك تغيرات معينه، مثلا صار عندك حرقه، ارتفع ضغط، نزل ضغط، صار عندك تغير فسيولوجي معين، بنوقف الوصفه نهائيا. هذه الوصفات لا تعطى للحوامل ولا المرضعات، ماشي؟ إذا إحنا الحوامل بنبعد عنهم، المرضعات بنبعد عنهم، أمراض القلب كافة، اللي معاه أي مرض أي ضعف في عضلات القلب استشر الطبيب أولا قبل لا تطبق اللي أنا بحكي لك عليه. طيب، أيضا من اللي دائما بننصح فيه، هذا بالنسبة لآلام الركب، اللي هي الفوارغ أو كوارع الحيوانات، اللي هي الرجلين، رجلين الخرفان، الماعز، البقر، رجلين البقر مفيدة جدا جدا، رجلين الدجاج، الرجلين، المادة اللي موجودة في هذه الكوارع هي مفيدة جدا لجميع آلام المفاصل وليس فقط للركب. منكثر من أكل الكوارع لأنها تساعد على إعادة السائل المفقود. أيضا من إذا كان عندنا آلام في الركبة بنلفها وبندفيها في الصوف بعد ما ندهنها بزيت النعنع، بندهن بزيت النعنع. أنا اللي بنصح فيه بناخذ ملعقة زيت زيتون على ملعقة زيت نعنع، بنخلطهم خلطا جيدا وبنمسح فيها، بندهن فيها، بنعمل تدليك ومساج للركبتين من الأمام ومن الخلف، ماشي إخواني؟ بعد ما نعمل لها تدليك لمدة ربع ساعة ثلث ساعة بنلفها بصوف وبننام عليها من المساء إلى الصباح. أيضا عدم الوقوف كثيرا، ما نوقف لفترات طويلة خاصة اللي عندهم سمنة، لا توقف كثير. بعدين إذا حسيت في تعب نام، استلقي على ظهرك وارفع رجلك وارفع ركبتك بحيث تصير بأعلى من مستوى باقي الجسم. هذه أول موضوع بدي أتكلم فيه اللي هي آلام الركبة. طيب، إذا عندنا خشونة في الركبة نتيجة نقص فيتامين دال، نتيجة هشاشة في العظام، نتيجة نقص
المادة السائلة الهلامية في الغضروف الهلالي شو بنعمل؟ في فيديو سابق لي وراح أحط لك إياه في الوصف، علاجها بعشبة القبار وتركيبة الزيوت السبعة، لكن الآن راح أعطيك وصفات أخرى إن شاء الله إذا حبيت تستخدمها. حبيت تأخذ المنتج جاهز أو تجرب عشبة القبار، نتائجها ممتازة، موجودة في الوصف إن شاء الله. عندنا كوب، نرجع لنص، يعني راح تلاحظ إنه الوصفات متشابهة بين الثلاث حالات، حليب دافئ مع حب الرشاد صباحا مساء، صباحا مساء لمدة أسبوعين، لمدة أسبوعين. أيضا التين المجفف والذي يسمى القطين، مننقع نص كيلو قطين بلتر زيت زيتون بلدي مثل ما أنتم شايفينه بالصورة، مننقعه من المساء إلى الصباح، وكل يوم بناكل منه ثلاث حبات، كل يوم بناكل منه ثلاث حبات. هذه الوصفة أربع شهور بدنا نستمر عليها، التين المجفف مع زيت الزيتون. جرب ولا تتكاسل، أنا أعلم أنه معظم مشاكل الناس في التهاون والتكاسل، بقول لك فترة طويلة بدي أروح على الصيدلية، بدي أروح على الطبيب، شغلة هيك بأسبوع زمان كبسولات وأخلص من الموضوع. لا يا حبيبي، جرب وإن شاء الله هذه بتعيد كل شيء إلى سابق عهده. اللي أنا بحكي لك إياه يعتبر من مجربات الطب البديل. أيضا نفس الخطوة اللي ذكرناها أول مرة، مندهن بزيت النعنع المخلوط بزيت الزيتون صباحا ومساء، مساء منلفها بقطعة صوف ومننام عليها إلى الصباح. أيضا منقلل من منتجات الألبان والأجبان، البيض، الدهون الحيوانية، وخاصة المعلبات وشحوم لحوم الخنزير وشحوم لحوم جميع الأنواع بلا استثناء من قلب. أيضا عدم ثني الركبة، أو نحاول أنه ما نصير نجرب تجريب نثني الركبة، خليها براحتها وبطبيعتها إلى الشفاء التام إن شاء الله. أيضا كوب ماء ساخن، ملعقة عسل عليه وملعقة كركم، منحركها وبنشربها يوميا. ماء ساخن، بنغلي المي بنطفي تحتها، بنحط عليها ملعقة عسل، بنحركها، ملعقة كركم زي ما انتم شايفين الكركم، هذا اللي ما بيعرفه كركم مطحون، وبنحركها بنشربها يوميا لمدة أسبوع. لا ننسى أيضا نعمل الحجامة لمن أراد، وأيضا الحناء، الحنة حني ركبتك، حني الركب من الأمام والخلف، حني الركبة إن شاء الله إنها ممتازة جدا. هذه بالنسبة لخشونة الركب. ننتقل للموضوع الثالث الأخير اللي هو الماء في الركب. يوم يقول لك في ماء بالركب، والله بدك تروح عند الدكتور بدك تشفطها. طب أنا بدي أعطيك طرق إن شاء الله إنه تستفيد منها. أولا بنجيب قبضة من قشر الثوم، يعني بما يعادل 250 جرام من قشر الثوم، قشر الثوم وليس الثوم، وأيضا قشر البصل، ولو سطحنا عليه البصل الحب مثل ما بتعرفوا، لو أخذنا قشر الثوم وقشر البصل وأيضا ورق الغار، وأيضا ورق الغار في لتر ماء، بنغليها مع لتر المي لحد ما تصير نصف الكمية، لحد ما تصير الكمية عندنا نص لتر مي، وبنعمل منها لبخة على الركب من المساء إلى الصباح. راح تلاحظ انه الماء بلش ينشف داخل الركب. ايضا نفس النقطة اللي ذكرناها في المثال في الحالتين السابقات، كوب حليب دافئ كامل الدسم او منزوع الدسم على حسب حالتك الصحية، عندك سمنة او ما عندك، مع ملعقة حب رشاد صباحا ومساء، ممتاز جدا. ايضا لا ننسى الخطوة الثالثة، ثلاث فصوص ثوم، منقشر الثوم، فصوص الثوم بنضعها على الركبة، بنضع عليها ورق الخروع، مش زيت الخروع، ورق الخروع زي ما انتم شايفين، هذا هو ورق الخروع، نضعها من المساء إلى الصباح. راح تلاحظ انه في ماء يخرج من خلف الركبة، لا تخاف، هذه كرر العملية يوميا وان شاء الله راح تسحب الماء اللي في الركبة. ايضا اللي احنا بنستخدمه عشان نسحب الماء بالركبة عشبة القبار،
عشبة القبار، والفيديو موجود في الوصف. إذا ما قدرت والله إنه ما قدرت تتحكم بورق الغار مع الثوم، ممكن نجيب 3 فصوص ثوم ندقهن، نحط عليهم زيت الخروع بحيث تصير مثل اللبخة، منكثر الكمية وبنعملها لبخة ومنلفها بصوف من الصباح، من المساء إلى الصباح. أيضا هذه بديل، لكن أنا بفضل الطريقة الأولى اللي تكون بورق الخروع. أيضا بنضيف على هذه الأمور أنه نشرب كاس عصير ليمون يوميا، لو مقدار كاسة يوميا كاس عصير ليمون. بدك تستمر على هذه الأمور. طبعا النتيجة تختلف من شخص لآخر على حسب السن، العمر، الطبيعة الجسمية، ناصح مش ناصح، سمين نحيف، بتختلف من شخص لآخر. فالآن ممكن بأسبوع، ممكن بعشر أيام، ممكن بأسبوعين، ممكن بشهر، لكن في نتيجة إن شاء الله. فهذا ما حبيت أذكر لكم إياه اليوم عن مشاكل الركب بكل تفاصيلها. هذا كامل احنا بنعطيه للناس اللي حابة تشتغل عندها بالبيت وما عندها تكاليف مادية تشتري منتج او شغلة جاهزة اللي تشتغل عليها. كل هذه الامور بنعالجها بما يسمى عشبة القبار وتركيبة الزيوت السبعة. راح تلقى الوصف بالفيديو، طريقة استخدام عشبة القبار، طريقة الحصول عليها مفيدة جدا إن شاء الله، ونتائجها فوق 70-80% إن شاء الله. لكن اللي ما بده يستخدمها يستخدم اللي أنا ذكرت له إياه، ممتاز ومفيد جدا. هذا ما حبيت أحكي لكم إياه في برنامجنا اليوم، في حلقتنا اليوم. كونوا معنا في الحلقات القادمة إن شاء الله. موعدنا الساعة 12:00 ظهرا كل يوم باستثناء يوم الجمعة إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل خاصية الجرس، إعجاب على زوجك، تعليق على زوجك. منكون شاكرين لك. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.